مساء الخير والعافية على كل متابعي قناة طليعة الفضائية، ورمضان مبارك على جميع العراقيين. والحلقة السابعة من برنامج كورونيات. رمضان مبارك عليك دكتور كريم. رمضان مبارك، وألف شكر أقدم للأصدقاء اللي دا يراسلونا على البرنامج وعلى ملاحظاتهم وعلى تبريكاتهم لنجاح البرنامج. شكرا جزيلا بالتالي للجميع. بالتالي هي فرصة للشباب الموهوبين. ودلاحظ أيضا الشباب هوايدي يدخلونا يقولون شكرا لان انتم تدعمونا. مدى نلقى فرصه؟ الحمد لله اعطيناكم فرصه، ما عليكم غير انه انتم تبذلون جهد، تعطونا مشاهد حلوه، ايضا ترضون اللجنه، بالتالي اكيد راح توصلون وايضا تفوزون ويانا بمسابقه كورونيات. دكتور نبلش باول فيديو؟ شكرا على الله. يلا مشاهدينا الكرام خلينا نشاهد اول فيديو ويانا، خليكم ويانا. ما ادري شنو جانا روني. اسمع يا عيال، اسمع نكروني. وين المولد؟ وين المولد؟ السياسيين خاصه يسوون مخصص هيك الوالد فصله. تعالوا هذا جاي الله يسلمك. جاي بس اطلع شوي. وين تطلع؟ نعم طالع. وين تطلع؟ اقعد واسكت. اسمع كورونا قال الدنيا قلب. اقعد واسكت جاي. ايه قاعدين يطلع. شنو؟ بس اشرب ماي. قوم اشرب ماي وارجع بساعة. بس اشرب ماي منه. قوم ساعة. تشرب ماي وترجع. ها وين تعال تعال تعال. حضرت جوال. حضرت جوال. تعال تتلبى تعقد. كنت تشرب ماي ولا تعال؟ ما بيت يقول لك خليك بالبيت. طع عليك الحزام. خمين. تلبس لي. اقطع عليك الحزام. ما الفيديو ياكم. خلاه ياخذ لي غفة. يلا نام نام. قوم عني قوم قوم خلنا نام قوم قوم. يعني اوكي انه خليك بالبيت حفاظا عليه، بس هذا تعنيف اسري. جايب الحزام وذا ضرب بيه ليش هيك؟ في بعض ضربات يعني. هي شو رايك بالمشهد؟ يعني هو المشهد حلو، ايضا رساله حلوه جميله للاباء. والتعريف يعني الاسري يعني هذا التعريف واضح. هي حزامات عصبي وكذا زين. اذا ابيهم يجون شو تسوي؟ خطي هذا بالتالي هي يعني تدري انه لو ما خوفهم عليهم إيه؟ ما يسوون هيك شيء. وحرص الاب يعني ضروري هاي انه المتلقي او المشاهد عفوا ينتبه الى عائلته. نتمنى ايضا يبتعدون يعني عن العنف يعني. فقط انه يترك عائلته سابه يطلع برا وقاعدين برا لا ينتبه انه ابنه فلان وقت لازم يدخل جوه ليكون برا يعني. نعم دكتور. وايضا بعض الناس يعني قبال الكاميرا دائما يكونون هادين محبين الاولاد، هم ورا الكاميرا ممكن انه هو يستخدم هو قدام الكاميرا يستخدم كل عصبيته. صحيح. اذا مشاهدينا الكرام نتمنى التوفيق للمشتركين اللي برامج كورونيات. خلينا نشوف مشهد اخر وراجعين لكم. شلون؟ ولك وين حضر؟ يوم يا حضر ما فتحوا لي الحضر. وحتى لو فتحوا لي الحضر لازم تلبس جفوف وكمامة حتى لا تنتقل العدوى ويرجعون يسدون الحضر. يا جفوف وكمامات، جفوف 5000 والكمامات ب2000. شنو؟ لا تجيبنا صمام ب2000. صح، كل ام عراقية موجودة بهذا المشهد. تحياتنا للشباب. دكتور رايك بالمشهد؟ حرص الام يعني على ابنها، لكن ايضا هناك اشاره للدوله ان توفر الجفوف وتوفر ايضا الكمامات. هو بالغ بالسعر، انا اليوم اشتريت جفوف يعني مو بهالسعر هذا يعني، والكمامات مو بهالسعر هذا، لا نبالغ الشيء موجود. لكن ايضا اكو عوائل ما تقدر تشتري جفوف يوميه او تشتري كمامات. هي المصيبه اللي الجفوف لا تستخدمها استخدام مره واحده، يعني ما تقدر تستخدمه لمده شهر اسبوع. دكتور بهيك عمر لما كنت انت بهيك عمر ايضا
يعني كنت تخاف من الحجية من الصوندة مالتها، وشنو طريقة السلاح اللي كنت تخاف من عليه؟ سمير استاذ يعني هذا موضوع طويل، مو صوتك يعني صوت عمار ربيع هو دي حركني عليه. لا يعني هذا تحياتنا بالنسبة للتعليم. قبل كانوا الأهالي ما عندهم مشكلة إنه المعلم يضرب ابنهم لا لا ابدا 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 لا لا يعني ليش هو يعني سيعتقدونه بعض الناس التعليم ليش جيد جدا ممتاز وصلوا يعني بالسابق لان الاب والمدرس كانوا على الطالب يعني الطالب لما يضرب المدرس المدرس لما يضرب الطالب قبل يجي الاب يشكر المدرس يقول انت حريص على ابني ثقة شايفه يعني والله انا اتذكر بايام الابتدائي المتوسطه يعني كنت اكون بعض المدرسين اخاف من عندهم فاقرا اقرا يعني الماده مالتهم. تصور بالسبعينات المدرس يركض ورانا يدرسنا يقف لنا بالبكالوريا يقف لنا بالباب ويدينا شكليات حتى نجي يعني هسه وين تقدر المدرس اذا ما ياخذ من الطالب فلوس حتى يعطي محاضره يعني الان اختلفت يعني ما اعرف كل وقت له وقته. انا اعرف قبل الام اذا ما يعني بهاتنا ما تو ما نعرف لون عيونهم من باب وجوههم نعم مو يعني بس اعطونا قيمه للاب والام يعني لحد الان قيمتهم فتشي ما نقدر نخليه يعني الام لما تقعدك وتخلي لك فطاسه مال دبس وراشد تقول لك هذا غدا تو مقتنع فعلا هسه الابن الابن يبغى الثلاجه متروسه وما يترى يقولها ما تريق. يلا دكتور ننتقل للمشهد الاخر. هذا موضوع طويل كلش طويل. اذا مشاهدين كرام نروح نشوف مشهد اخر وراجع لكم. البيت كله استكله ورتبته كهربايات ما كلش علاء يا اخي احنا نظل هيجي علاء احكي وياك علاء يا اخي لو انذب بالحجر احسن لي من ما ادري ابو شفتك موتتني شدري يا اخي هسه على اساس متعوق على خشمك كان لصم عوفني بحالي لو اقول لك روح سوي لنا ناقيله على الاقل سويت لك شيء بيحاول علاء يا اخي انت مقرم عوز اكيد رجل ايش بيك انت يا اخي هو شو وقت قلت لك على شيء وسويت انت يا اخي علاء انا هسه حتى طقت روحي ايش مدري انا هسه محتار انا افكر حضر كم لفت قصاكي كم كوفي اروح حتى اعوض هاي القعده شوف شوف البطان انا منتهي بمحلي وباب رستو وانت تقول لي لفه ما لفه يا ولدي يلا اقعد على اساس انت عندك شركه مال استيراد السيارات هي بسطيه مال فلافل انت ظل صنف وانا راح اروح افتح محلي ظل صنف وين رايح يا معود تعال وادم قطع حجو وهذا ظل يقطعون بشارع ويدون لي ورا وينك هيك هيك تعال يا معود حيدر لك تعال تعال حيدر حيدر يا معود اخي شتري شتري رحمه الواديه عم انت تحكي صدق تريد تروح تفتح شلون رايك بيك كنا جوع عم يقول يا الله اول شيء ما حد يموت من الجوع ثاني شيء اذا ما تخاف على روحك خاف على العالم خاف علي انا خاف على امي خاف على هاي الوادي صدق يكتب حيدر مع الاسف علي ولك وصاير صاير تحكي علي وي ولو التملطلط بس عجبتني بحكايتك يلا مشينا مشينا نرجع ها شايف طب طب شوية وجهي أنا طب شوية وجهي وين رايح؟ طب طب شوية وجهي شوية وجهي هسوي لك مو توك تقول لي أرجع مو متت من البقاء بالبيت ولك البقاء بالبيت أحسن من بقاء لله عليوي إيه شوية خليك بالبيت اي والله صدق خليك بالبيت صدق خليك بالبيت خليك بالبيت شو رايك لا حلو اشتغلوا ممثلين يعني مو خليك بالبيت اي يعني ممثلين ثاني اشتغلوا حلو بالمناسبه يعني اذا الدكتور قال خليك بالبيت يعني الفيديو ما عجبك لا لا كلهم والله كلهم عاجبين بالعكس كلهم حلو مشتغلين يكفي انه جهد اولي جهد بسيط واشكر الفنانين اللي اتصلوا واللي يشجعون المواهب الجديدة. المواهب الجديده المواهب الان تشتغل بامكانيات بسيطه يعني فيديو بالموبايل يدز لك فيديو يعني اكو الكترونيات يشتغلون يعني تقنيات عاليه جدا قد فكل جهد بالمناسبه دكتور يعني تحياتنا للمخرج عمار الربيعي ذكرني في الموضوع انه اكو شباب يدزونا فيديوهات مو بالمستوى المطلوب فنتمنى توجه لهم كلمه انه هم بمن يختصون وشنو فكره البرنامج نعم الشباب يعني ماكو حلقه احنا ما قلنا ما نوهنا عليها كل حلقات حتى نعطي تقنيات تقول هاي تقنيات الكوميدي يعني مو كان تروح تدرسها عندك اختص لك اياها بشغلات كلش بسيطه لما اقول لك التكرار احكي لك على التكرار عليك تطبقها انت او اي تقنيه اخرى او تتصل بينا هم عندنا مانع
الجانب الثاني يكون موضوعه خالي من الالفاظ اللي يعني كوميديا مالتنا نظيفه جدا. احنا سبق قلنا كوميديا نظيفه وهذا اللي جلب المشاهدين، يعني هواي مشاهدين اتصلوا قال كوميديا خاليه من الكلام البذيء خاليه من التصرفات، بالعكس كوميديا ابتسامه جميله. وهاي قالوا انه برنامج عائلي ويرتقي وكذا. بالضبط. فنتمنى من الشباب مشاهدين الكرام والمتسابقين تحديدا انه لا تطلعون عن الموضوع البرنامج عن كورونيات، وخلي نختص بالبرنامج الكوميديا النظيفه. دكتور خلينا ننتقل فيديو اخر ونتابع مشاهدين الكرام، نروح المشهد اخر وراجع لكم. I love you. معناته يما حلا برجيلي كمل حبيبي. بكرونة صوج 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 اخوك ما ملتزم بالحظ، لو ملتزم بالحظر مو طيب المرجعية طلع ملتزمو، عم خلية الأزمة أبطا تلتزمو، عم الصحة قالت تلتزمو، أخوش لو ملتزم ما يصير بهذا المرض. بس أنا ما يهمني، أنا أحبك وما تفرقنا لا كورونا ولا هاي. بس هسه فرحت من خبرتك، وأول ما تقضي الأزمة نتزوج ونعيش حياة سعيدة. باي باي حبو باي باي، خلنا نروح كل أمي خبرت الحب. حلو جريجر تحياتنا له، يعني احسه امكانيه هو اكاديميه فنون جميله. هو يعني تحلو نعم. اخذ شخصيتين هم راح ياخذ اجور اثنين ياخذ درجتين. حلوه يعني فيديوهاته حلوه، الولد متمكن بادائه بصوت، لكن كان الموضوع يقدر يطوره اكثر. شلون يعني؟ يعني قالت له بي كورونا، يروح لامه، امه متقبل يعني بيها كورونا، يعني تدخل مول احنا محددناهم دقيقتين يعني ونص ما يلاحق. لا يقدر ليش بيلحق؟ لا ما يلاحق. انت ردت علي، انت معجب بي كلش. انا معجب بكل الشباب. اي شاب دي يقدم ويانا انا ادعمه، واحنا اصلا ندعم المواهب الشبابيه، فنتمنى انه على كيفك وياهم. يعني هو امكانيه جيده جدا، طاقه جيده جدا، وايضا هو شخصيتين نسائيه. بالضبط بالضبط، وحتى اعماله القديمه حلوه. احنا لما نقول هذا جيد جدا او الكل جيد على المؤسسات الاخرى انت باوع على ذول الشباب فعلني. يعني شنو يعني داقه بالبعض التعليقات تعليقات انه هذا القناه ما تخلينا هذاك المسلسل ما يقول وانا وجماعتي، صح هاي بدايه رمضان، يعني ضروري هذول الشباب يشوفون فرصتهم. صح اكو الان فرصه احنا قناه زين ايضا شاهدت انا ايضا بالتعليقات انه هواي شباب منزلين بوستات يقولون اكو جروبات بالفن بالضبط. وعصابات وكذا، اكو هذا الشيء؟ يعني ما يعني مو يعني انا دائما مو ادافع عن الفن ولا ادافع عن المخرج، لكن اكو يعني بدون شك ماكو دخان بدون نار، يعني تتصور لما يشوفون مثلا يشوفون هذا الفنان كل سنه نفس الجروب، هذا المخرج نفس الجروب، ليش عجب ما يجيبون شباب جدد؟ يعني صراحه لان الشاشات كلها نقلب هنا نفس الممثل، نقلب هنا نفس الممثل، ليش يعني يعني اقول لك يا خلنا نوه بهذا البرنامج. احسان دعدوش طاقه كبيره جدا بالفن الكوميدي، شخصيه متحوله، شخصيه ما شفت له لحد الان. يعني معقوله معقوله المخرجين الموجودين والقنوات الفضائيه تركن او تنسى احسان دعدوش؟ حسب ما يمليني الاستاذ عمار الربيعي يقول احسان دعدوش شاف النصوص مو ترتقي بشخصيته فما قدم هالسنه. يعني ما يخالف يعني اذا ما عندنا كتاب يعني نبحث عن كتاب كوميديا، صح نروح للاختصاص بالكوميديا، عندنا اساتذه بالكوميديا موجودين، يعني هذا اللي ما يخلوهم فرصه يعني لازم نبحث كتاب وشباب. بالضبط يعني نريد وجوه جديده. هاي الشباب كلها تشتغل على الموروث، على الموروث من الكوميديا، بس ككوميديا لا بالكليات تدرس ولا بالمعاهد. فعلا هسه اكو مسلسل عربي ماخذين دا اشوف الباشا في حلقه الشخصيات كلها من العمالقه اللي هي نادي الجندي، نبيل عبيد وكثير من الوجوه النسائيه. فاوكي ممكن ان هم يسوون لهم مسلسلات لهم خاصه، بس ايضا يعوفون فرصه للشباب، الشباب اللي يعطون فرصه. استاذ سمير عيني ماكو مسلسل بالقناه المصريه اذا ما بي وجوه جديده، هذا اتفاق. لازم
هسه عادل المسلسل مال عادل امام مال فالنتينو شوف كم وجه صح شوف كم وجه لا عادل امام دائما يستقطب الوجوه الجديده مو بس هو كل القنوات او كل المسلسلات لازم يخلون شرط اذا لازم نشوف الشاشه العربيه وايضا نتعلم من عندهم مو بس وجوه نفسها كل مره موجوده بكل مسلسلات رمضان خلينا ننتقل المشهد اخر دكتور توكل اذا مشاهدين كرام نتمنى من كل الشاشات الموجوده بالعراق ان تستقطب الشباب وايضا تستفاد من مواهبهم وخبراتهم مشاهدين كرام راح نشوف مشهد اخر وراجع لكم ويتخبى عسى هاب حظك وبختك كورونا منين جيتينا منين وين اللي طير هذا الفيروس كمل لي تدري إذا على 5 تفتر 1100 فرة بالدقيقة مستحيل هاي المعلومات كلها تعلمتها لأن محجور بالبيت بعد شنو البلبل البصالة أي جناحه اليسار شبي بي 69 ريشة لا مستحيل جناحه اليمين بي 80 وشلون عرفتهم حسبتهم الله الله أكبر الله أكبر لا 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 عم اللي يضل بالحجر يستفاد كل شيء اليسر ما قلت ليش 69 أقول لك يا صديق اليسر ليش 69 هو صغير ضاربينه بمصيادة انت كورونية بس انت تدري احنا ذا ما سوينا غدا نجيب من المطعم مو قوي شلون اينشتاين ما هسه انت قوي بس اخوي تخبر ولك حتى اهل الحروزه معزلين راح اجيب لك علاج سفري عسى بختك وبحظك كورونا بس احنا لا لازم نلتزم بالبيت احنا مود نحافظ على ارواحنا على شعبنا بس راح اقلدك واقعد بالبيت وما اطلع انا مود استفاد اكثر من هيك معلومات نجيب لك علاج امر الله تحياتنا لهم للشباب من الناصريه طبعا مبدعين وايضا وصلنا فكره هواي لاحظنا انه اكو شباب حسبوا كل الحمص هو سقط هاي الفكره ما يعني اكو برنامج ما اعرفه بالفيسفت يقول له شو استفاد يقول له والله حسبت كذا الف عساي الكاشيه والكاشيات لقيت كذا فهم مسقطين فكره جديده عكس اكو شباب سرقوا فيديوهات ودزوها عبالهم ما نعرف لا اكو فيديوهات وين عرفناها هي مال فيديوهات خطيه شباب يعني ثانيين وابتعدناهم حقيقة عن المسابقة اللي فيديوهاتهم مسروقة وهي سوت مشاكل اي يعني اللي قاعدة البيت يعني اي ما حلو بس شوفوا ناس سقط الفكرة كرار واكو ملاحظة لكافة الشباب يجب يعني تكون من المستحسن يكون نهاية المشهد بمفاجأة كوميدي لازم النهاية تكون الضحك او ابتسامة مو الضحك لها بالقهقه لا مو يعني هذا الضحك مو بالقهقه يعني ابتسامه تضحك ترتاح تقول فعلا هذا المشهد يريحني هسه بالتالي انه شاهدنا هذا المشهد طينا ملاحظات عليه بالتالي الموفقيه للجميع مشاهدين كرام ننتقل الى مشهد اخر وراجع لكم السلام عليكم انا وياكم كورونا شخصيا بعد الارشادات والحكي طالع والنازل اللي اسمعه هو ما له اي صله بيه قررت اظهر للاعلام واحكي لاول مره ترى ثقوا واعتقدوا اي واحد نظيف ومعطر وخوش انسان ترى ولا اوصل له ولا ادنى يمه اللي ما يسبح اللي يحكي على العالم اللي حاط جقار 24 ساعه وقاعد يخوزر بالعالم وكانه فد شخصيه خوش شفت ان الله ما تخوف حلو خوش انطى فكره صبغ وجهه وتعب بالتالي ربي يوفقك رايك بالمشهد لا حلو يعني اشتغل صح جديد فيديو جديد بابتسامه لطيفه اشتغل مثل هذول يسوون فيديوهات تيك توك هذا اي بالضبط يعني اشتغل لطيف وده يقول نصائح جميله وبيها صح ورعب لكن ضمن كوميديا فعلا وايضا قدم كثير نصائح
ضد فيروس كورونا ايضا. نعم دكتور سمور عفوا هذول اللي بخير شنو مخليهم قاعدين اليوم؟ لا مو بصفقيله لا لا ماكو وزع بالتالي مخليهم ك شلون يعني مزهريات يم ديكور. تحياتي للجميع. تقييمك للمشاهد اللي ظهرت اليوم؟ متفاوتة طبعا. البداية مو كلش قوية. يعني متفاوتة هناك لكن الحلو كلهم دي كلهم يزور رسالة يا ابتعدوا عن كورونا يا ديروا بالكم يا ترى المجتمع مهم المجتمع ألفته مهمة رسائل يعني متنوعة. هذا يقول لك قاعد بالبيت هذه الأواصر العوائل هذا اللي يساعد العوائل يعني ترى فرص يعني مو شرط كلها تخلينا نضحك لكن رسائل جميلة جدا من الشباب. أكثر مشهد حسيته مشهد متكامل؟ ما اكو مشهد متكامل كله مشاهد حلوه يا سلام. هاي كسرتي ويج ليش 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 صرت خطيه زين اوكي مو متكامل ايه. حسيت انه اوكي هذا جذبك هذا المشهد على 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 غراري بدون الشباب يشتغلون هيك شغل كرار عجبني اللي هو غريغر غريغر اشتغل حلو المشهد مالته بس كان يحتاج الى نهايه اللي هي مال بنك اينشتاين لو مال هو اينشتاين وصديقته كان استرخاء لا لا هو اينشتاين هو صديقه اشتغل حلو او اخوه لو كان بس يهتم بالنهايه تكون نهايه ضحك طبعا. كل المشاهد الشباب لازم تفكرون بالنهايه لازم تفكرون بالنهايه يعني المفاجئ يعني عنصر المفاجاه تقصد بالضبط يفاجئنا الموضوع جديد انه فاجئنا غريغر بالفيديوهات الجايه وايضا نتمنى من كل المشتركين مثل ما قلنا لا تطلعون عن فكره البرنامج برنامج كوميدي يستقطب المواهب الكوميديه بس نريد كوميديا نظيفه ما نريد نعيد ونسقل وندزولي في الجروب فيديوهات بعيد عن الموضوع نعم سمور بعدين يكتبون الفكرة لا بعدين يعني يكتبون لا الشباب لازم يكتب الفكرة حتى يشتغل عليها مو يصير ارتجالي جد يلا حتى الارتجال الفن الارتجالي شباب ترى من خلال كوميدي ديليارتي لما طلع كان اكو سيناريو ليس تصورون الكوميدي ارتجال وصعد على المسرح وانا ارتجلت اكبر خطأ يقوله يعني والله طلعت وسويت هيك يعني لا 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 كل شيء يكتب كل شيء كله يتفق عليه يعني انت تصور فيديو تقول خليني اكتب الفكره وراح اصور واشتغل عليه وهواي مشاهد ترى رفضت من اللجنه بالضبط فنتمنى من الشباب انه لا يعتمد على فيديو واحد رسل لنا يا لا دز لنا اكثر من فيديو على مود يصير عندك فرصه للظهور بالشاشه قناه الطليعه الفضائيه كلمه اخيره توجهها دكتور تحياتي لكافه المشاركين واتمنى لكم التوفيق وبارك الله بكم والله ادعو من الله دائما ان يبعد هذا الفيروس الخبيث عن بلدنا ان شاء الله يا ربي امين وانا ايضا اشكر المصور حسين وايضا باقر وبالسيجي سيد ارشد وبالبث فرقان الجليزي وايضا تحياتنا العمار الرباعي وايضا الدكتور كريم خنجر بالفكرة والإعداد وتحياتي للمخرج محمد أبو نجين إلى اللقاء